مساء الخير والجمال على كل متابعينا اللي بيتابعونا على الهواء مباشره. طبعا النهارده حلقه مميزه زي كل مره. النهارده ضيفتي ضيفه مميزه ومتعدده المواهب، كانت مصممه ديكور وبعد كده انتقلت وقررت انها تكون مصممه ازياء، وطبعا هي يعني عندها جنسيتين، الاصل تركي ومصري. طبعا بنرحب بضيفتي اللي منوراني النهارده حنان اغا. حنان اغا خلاص يعني اغا يعني خلاص تركي. خلاص هما في تركيا بيقولوا اغا صح؟ ايوه اغا بتقوليها كده على فكره. اغا شكلك رحتي هناك او حاجه زي كده. هي والله مره واحده فعلا بيقولوها كده. حلو جدا. منوراني طبعا يا حنان. حنان طبعا انت متعدده المواهب، يعني كنت مصممه ديكور. ايه النقله يعني اللي انتقلتيها؟ يعني ازاي جات لك الفكره وبقالك قد ايه يعني مصممه ازياء؟ هي النقله هي مش نقله، هو لو هنرجع انا كنت الاول بحب الازياء والفاشن، ولظروف ما اشتغلت في الديكور، ولظروف ما بس برضو بتحبي للفاشن. بس برضو انت يعني لما كنت في مصممه الديكور كنت بتحبي. طبعا ان هم تقريبا بيشبهوا بعض جدا خالص. على فكره ما فيش فرق كتير يعني. انت عارفه الخط واحد. اوكي. انا لبسك اول حاجه شدني، الشنطه، الشوز، حتى الخاتم، يعني انت كل حاجة يعني. أنا بحب التفاصيل. طب نقدر نقول على اللبس ده إيه؟ لا ده بنشوف. يعني أنت قلتي لي في الأول قبل الهوا إنك حاسة زي البلاد اللي هي الإسكيمو. أيوة. هو واخد شوية منها، أنت حاسسك ده عشان لون التلج. ده فرو. لا عادي ده بنشوف، ده عادي، ده مصري، ده كلاسيك. حتى يعني الشوز على فكرة ما هم هناك بيعملوا كل ما هو حاجة. كل حاجة. كل حاجة. يعني تقدري تقولي بس إحنا برضو على فكرة بنلبس الحاجات دي هنا برضو يعني. الحضارتين تقريبا واخدين من بعض عادي يعني. ما شاء الله. بس خدتي بالك الفرو الابيض، فانت حسيت يعني هو بصي يعني كله يعني انت زي هو خدك. أيوة. الابيض طبعا عشان الشنطه فيها الابيض. أيوة. الخاتم، الشوز، كل حاجه يعني، فطبيعي انه هو الابيض عارفه كده بيشد فعلا. صح. لا أيوة. في كل الاحوال هو حلو. حلو عشان عليكي. طيب قولي لي بقالك قد ايه؟ يعني ان جنرال كله يعني قولي 20 سنه. ما شاء الله. 20 سنه في مصممه ديكور ولا ديكور؟ لا ديكور. ديكور يعني 20 سنه يعني. لا يعني مكمل لبعض. ديكور قولي مثلا 10 12 15 سنه. اوكي. من 5 6 سنين تقريبا بالظبط. مش خدت بقى الخط التاني اللي هو الازياء. الازياء تحديدا كان الهاند ميد الاول. كنت بعمل حاجات كلها هاند ميد، والشنط والاكسسوارز بتاعها كلها كانت هاند ميد. بعد كده حسيت ان مش لاقيه حاجه تركب على اللي انا بعمله يعني. كنت انا شويه ميولي اللي هي الطابع الافريكانو شويه. فكان مش من السهل ان انا الاقي حاجه تركب على اللي انا بعمله. خلاص بقى قلت لا خلاص يبقى انا اكمل الدنيا، ان انا فاهمه الدنيا هتتوظف ازاي. فكملت الدنيا. بتحسي انت طبعا احنا شايفين في مصممين ازياء كتير ما شاء الله دلوقتي. بتحسي انت مختلفه عنهم؟ هو المفروض انا ما اقولكيش كده. لا ما هو شوفي كل واحد عنده يعني اللمسه بتاعته. دلوقتي انت ما شاء الله يعني كل انت بتعملي كل حاجه يعني. مثلا تقدري زي ما نشوف الشوز بتضيفي عليه، الشنطه بتضيفي عليها. يعني طبعا هتكوني مختلفه يعني الى حد ما. يعني انا يمكن واخده طابع شويه بعيد عنهم اللي هو الافريكانو شويه اللي هو داخل فيه بقى يعني حتى في فكره اللبس كله. فحتى هتلاقيني ليا بصمه يعني، حتى لما احب اعدل اعمل حاجه ملهاش دعوه بالافريكان ولا تلاقي برضو ما بقدرش ابعد عنه. فيمكن دي شويه هي اللي بتخليني مختلفه يعني. كل الموجودين كلهم كويسين جدا برضو. لا طبعا كلهم وجه لهم تحيه طبعا، كلهم يعني مبدعين. طيب بس فعلا على رايك انا بحس ان انا مختلفه شويه. مش بلاقي كتير بيتخصصوا في التخصص اللي انا متخصصاه. وبعدين انا بهتم قوي بالتفاصيل يعني، احب الطقم يبقى كله يعني مفيش حاجه ناقصه فيه. لا احنا الستات دلوقتي يعني التفاصيل كلها بنهتم فيها. طب بحكم ان انت عندك عرق تركي ماشي، بتحبي يعني ايه الحاجات اللي بتعمليها؟ ايه الحاجات اللي تشدك في تركيا؟ دلوقتي احنا بنشوف البنات يعني الطرحه ازاي بيعملوها زي الاتراك بتاعهم. ايوه موضه منتشره في كل الدول العربيه. لبسهم حلو جدا جدا. وفي شويه مايل للباكستانيين في لبسهم، اللبس الطويل، اللبس بعيد طبعا عن لبس، في لبس تاني يعني، في خطين عندهم. الطرح بتاعتهم حلوه جدا، الاكسسوارات بتاعتهم في منتهى الجمال، في دقه عندهم في اختيار اللبس، في تنظيم في اختيار الالوان. لا عندهم. وبعدين هم مختلفين عنا.
عن ايه؟ يعني احنا دلوقتي يعني كمثلا مصريين او في الدول الثانيه العرب، كل بلد وليها تقاليدها وليها عاداتها، يعني حتى هم مثلا بيحبوا التفاصيل، يعني مثلا احنا بنشوف في الخليج المكياج مختلف عن مثلا بنات في مصر او في تونس او 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 أيوة فعلا حقيقة. فهم دلوقتي في تركيا مثلا بيحبوا التفاصيل زي ما قلنا على الطرحه مختلفه مختلفه تماما، واحنا كالبنات دلوقتي محجبات يعني صاروا بيحبوا انه يعملوا الطرحه زي ما بيعملوها التركي حتى اسمها الرابطه التركي. ايوه الرابطه التركي فعلا هم عندهم الدقه يعني بصي الطرحه واخدين ستايل في الطرحه شكلهم حلو جدا وبنصك وماشي مع اللبس بتاعهم. المكياج بتاعهم ما بيبقاش تقيل، خفيف جدا على فكره، ان هم حلوين زياده عن اللزوم فمش محتاجين يحطوا مكياج. الدقه بتاعتهم في اختيار كل حاجه بتطلع الصوره المتكامله ليهم، بتطلعها زي ما انت بتشوفيها ومعجبه بيها. نظام مش اكتر. حلو. طيب خلينا نشوف الموديل مع بعض، تتفضل. ده زي ما انت القطيفه طالع موضه، مش مفيش اختلاف عليه، لينا سنتين تقريبا. ده قطيفه الفستان دريست ده من ناحيه واحده، مش متساوي، من الجنب مفتوح زي ما انت شايفه كده او نازل بميل. الطابع بتاعي بقى اللي انا ما غصب عني بيبان في كل تصميماتي، يعني الافريكانو. الشنطه مربعه طبعا، يعني كل دول بيبانوا في كل، يعني كل تصميم عندك لازم تضيفي، لازم. ما اعرفش غصب عني والله، مش ببقى طب اذا حد عايز ياخد حاجه ومش عايز الاضافه مفيش مشكلة. دي مفيش مشكله، لا لا خالص ما عنديش اي مشكله، بالعكس يعني يمكن هو هيحد شويه من الطابع بتاعي اللي انا مش بقدر اغيره يعني. ده التايجر برضو او الشيتا بيتقال. الشنطه مربعه زي ما انت شايفه، الاكسسوارز كلها دي كلها هاند ميد. حلو. الفستان برضو الحروف بتاعته كلها هاند ميد. يعني انا برضو بحب قوي يبقى في معايا شغل هاند ميد في التصميم. انا ملاحظه حاجه دلوقتي، انت شوزات انت كمان بتعمليهم؟ لا هو انا مش بعملهم، انا بضيف لهم. بتضيف لي انت دلوقتي، انت عامله اعتقد شوز واحده صح؟ ضايفه واحده ضايفه الجمبير ناحيه واحده بس، ناحيه هي عشان هي الناحيه اللي هتبقى باينه. اوكي. لان الفستان زي ما انت شايفه مفتوح من ناحيه وناحيه لا. فهي اللي هتبقى باينه، فكفايه ناحيه واحده يعني. بس حلو الفكره. طب الناحيه الثانيه موجوده ولا لا؟ موجوده. موجوده ها؟ موجوده. والاكسسوار على فكره برضو ده هاند ميد، اللي هو على كريستال شويه النحاسي ده انا اللي عاملاه برضو. يعني زي ما انت شايفه الطقم كده متكامل تقريبا، مفيش حاجه ناقصه. والطرحه كمان ده تربون. كله ضيفها كله مع بعض، كله مع بعضه. فده شويه واخد الطابع الافريكانو زي ما انت شايفه يعني. ما هو انا شدتني بين انا حبيت الكلاسيك وبرضو ما قدرتش ابعد عن الافريكانو. اوكي. طب ايه ده مثلا، ايه الاماكن ايه المناسبات اللي نقدر نروح لها؟ ده يناسب بعد الظهر، بعد يعني الابريمي دي ما اعتقدش الصبح طبعا ممكن تقدري تلبسي من الطقم ده لا. طب فكره الشوز دي، يعني عارفه انا اول ما شفت الطقم كده فببص بقول الناحيه الثانيه، فكرتي فاهمه حتى فيعني طب سوري يعني دلوقتي لو مثلا حد يجي لك ممكن ان هو يقول لك انا عايز بس كملي لي الناحيه الثانيه كمان. لا هي موجوده، انا بس الفكر في ايه، ان انا على كتصميم حبيت اعرف ان الناحيه الاصليه مش باينه. هو موجوده بس انا حبيت كتصميم يطلع، انا مش محتاجه ان انا البس الناحيه الثانيه، مش محتاجه، مع متكامل مع بعضه ان هي تبقى ناحيه واحده بس مع الناحيه المفتوحه. تصدقي انت فكرتك حلوه يعني بجد. يعني يعني هي اي حد ممكن يشوف يقول يوزنيها، هي ليه الاثنين، انا فاتحه ناحيه يمكن واخداها يقولوا ممكن نسيت واخداها بكيرف. لا انا ما نسيتش، انا واخداها بكيرفه اللي هي ليله الثانيه، فكفايه ناحيه الناحيه دي. وبعدين كمان اللون يعني عشان انا عامله كل التفاصيل فكفايه كفايه يعني. لا عشان كده انت قلت لك انت مختلفه شويه يعني، ف الحمد لله. لا في يعني فكره الشوز حلوه قوي. بصي انا كانت الاول، اول ما كنت بشتغل الهاند ميد في الاكسسوارز والشنط ما كنتش بلاقي حاجه تمشي مع الشنط، ففكرت لقيت ان انسب حاجه اعملها ان انا اعمل حاجه مع الشنطه تبقى مكمله، ما تدوريش على شوز، البسيها على اي حاجه انت عايزاها بقى. حلو. اول ابتديت بكفه الرجل، ده الكلام ده في الصيف، بعد كده بقى الجمبير والفوتوير. طيب حلو، خلينا نشوف الموديل، تتفضل. ده حاجه ثانيه مختلفه برضو. انا اول ما شفت حسيت شدني اللي في الرقبه. ما هو نفس الجلد بتاع الشنطه طبعا، شنطه هاند ميد. ودي مكملاتها يعني عشان خاطر برضو ما تدوريش هتلبسي معاها ايه. طبعا الشنطه زي ما انت شايفه مرسومه. ماشي. فاخدت انا الرسومات اللي فيها عملتها وحدات، وعملتها النكلز اللي لابساها في رقبتها. وبالتالي عملت الاسوره، وبالتالي عملت ربطات البوت برضو عشان اربط الدنيا ببعض.
وتعمدت ان يكون الحروف نبيتي لان انا عارفه انها تتلبس على الدريس النبيتي. حلو حلو. لا يعني هو انت عارفه لو انا يعني بصراحه لو هشوفها كده اقول يعني تحسي انه هي في حاجه يعني الالوان يعني تبعها انت عاملاها بطريقه يعني مع الشنطه بالظبط صح كده؟ هي انا بقول لك انا واخده الرسومات اللي في الشنطه او وحدات كامله قصاها وعاملاها نكلز. دي فكره جديده ما فيش، انا ما شفتش حد تقريبا عاملها. ما انت بقى انت بتقولي بقى لما انا بشوف طبعا اكيد يعني طبعا بتشوفي فكره يعني بصي هو الشنطه اوكي الشوز اوكي الفستان ماشي بس اللي في الرقبه دي انا ما شفتش يعني دي حاجه جديده. انا يعني دلوقتي تقريبا انا مفرغه الرسمه. ايوه طبعا مفرغاها وعاملاها وحده لوحدها ومجمعاهم بشكل نكلس بحيث ان انا اربط الدنيا ببعضها مع الشنطه والربطات بتاعه البوت. طب لو جالك حد وقال لك انا مثلا عايز الطقم زي ما هو بس مش عايز الرقبه مفيش مشكله؟ مفيش مشكله لا خالص. تقدري تقولي لك اصل طالما انا بشتغل الحاجه بايديا لا مفيش مشكله عليا ان انا ازود او انقص عادي. وعامله وكمان في يعني انت عامله يعني الفكره ان انت عامله كل حاجه الشنطه. ما انا بقول لك انا بعشق التفاصيل يعني خاتم على فكره لو دقاتي هتلاقي الخاتم مرسوم كمان يعني في رسمه من الجلد انا مفرغاها وعامله بيها الخاتم. حلو يعني والحلق هو مش لابسه حلق بس عادي عملته مفيش اي مشكله. طبعا طيب خلينا نشوف الموديل تتفضل. بصي بقى هي ده حاجه يعني حبيت انها تبقى موجوده معاك ده ثعلب طبيعي. يعني بصي حبيت قوي قوي يكون موجود ده على فكره ده اوردر حد بس انا حبيت يبقى معروض يعني. ده ثعلب طبيعي طبعا زي ما انت شايفاه كده متبطن مفروض ده ثعلب طبيعي طبيعي. متبطن ومفروض والشنطه بتاعته فيها والشنطه كمان ثعلب. الشنطه بتاع الوش بتاع الدماغ الجمجمه بتاعه الثعلب بتاع ايه بتاعه الثعلب والله. طب كويس الجمجمه. الجمجمه بتاعته الدماغ واحد يعني يشيل جمجمه طيب ده برضو بصي هو كفكر كده بيديك احساس بالدفء. وبعدين انا عاجبني قوي في ان رجعني رجاء الجداوي زمان. كانت بتحط الفورير على جنب واحد وانا كنت بعشق قوي لبسها يعني. لا حلو حلو. طيب هي دلوقتي يعني الفكره في حاجه ثانيه كمان بالنسبه للشوز لما شفنا احنا التايجر في الاول ده بيتشال صح؟ بيتشال. اوكي بيتشال في بيتلبس زي الشراب وفي بيتربط على حسب يعني هو اللبس ده نفسه ماشي بس انت ضفتي له كمان حاجات. انا ضفت له قلت بس انت الفورير او الثعلب والشنطه ده هتلبسيه على اي على اللبس اللي يعني على لبسك فانا ما غيرتش من التصميم يعني. انا بس هي قلعت الاكسسوارات بتاعه الفستان ولبست الثعلب مش اكتر يعني. حلو حلو جدا. بصي لا ديل وديل وبصي يعني مش عارف مش حاسه شويه هيصحى تاني يعني. لا ما هو لا حلو يعني بصراحه الطعم كله لايق على بعض. طيب وبالنسبه القماش يعني بتجيبيه من مصر ولا بره مصر؟ والله بصي هو انا لغايه فتره قريبه انا كنت بجيبه مستورد يعني كحال كل التجار اللي هنا معظمهم بيشتغلوا في المستورد على فكره مش في المصري يعني. رغم ان المصري حلو جدا وجميل بس في خامات معينه انا بشتغل فيها عشان التخصص بتاعي مش سهل ان انا بلاقيها. بتبقى شويه صعبه يعني. بس طبعا كحال الدنيا كلها لا لازم اتاقلم واعود نفسي على ان انا اشتغل بالموجود. حلو. طب انت عارفه يعني انت دلوقتي انا بشوف تقولي لي الشنطه والجمجمه والثعلب يعني انت الثعلب بتروحي تستورديه من بره يعني. بصي اقول لك على حاجه تخيلي انا شايله ثعلب يعني فوقي كده وشايله جمجمه من هنا يعني انا بحس الموضوع بحس نفسي في غابه. وهقول لك على حاجه انت بتحسي ليه بقى الكلام دون انا عندي العملاء بتوعي كتير جدا بيحبوا الديزاينات دي. انت يمكن مش مستوعباها لان انت مش مياله للطابع الافريكاني. لا بصي انا مياله جدا فاهم وبحب جدا بس الفكره خلاص في ناس بتحب فعلا ماشي يعني زي مثلا ممكن انا يعني في كل مثلا بنت تلاقيها تحب المكياج الزياده في بنات بتحب المكياج الخفيف في بنات بتحب اللبس اللي يكون مطرقع. أيوة كل واحده ازاي فاهمه ازاي. دي مدرسه فدلوقتي يعني في ناس طبعا اكيد بتحب الثعلب وبتحب فعلا. الشنطه بس الفكره في ناس يعني انا مثلا ثعلب كده وتقولي لي كمان والله العظيم عارفه يا ليلى بقول لك ده اوردر واحده يعني انا حبيت اجيبه قبل ما تاخده يعني يعني عايزه ثعلب. عايزه قالت لي انا عايزه ثعلب عايزاه كده. وده بتجيبيه من فين الثعلب؟ لا بنزل بقى هو بصي كان برده كنت بجيبه مستورد حاليا ده كده جايباه. بتجيبيه جاهز كده؟ لا انا بجيبه يعني طبعا عادي جاهز بس انا يعني ببطنه بقى يعني
يعني. وبعدين بيتبطن يعني على فكره هاند ميد، يعني انت بتجيبي الجلد يعني الثعلب جاهز، الثعلب كده وتروحي انت بقى تبطنيه كل حاجه يعني. والجمجمه بقى هو جه بيجيني كامل، الجمجمه بتجيلك كامله، هو كله على بعضه كامل. حرام مش مستوعبه. بعد الهوا هوريك، هنشوف هكتشف معاها بعد الهوا موضوع الجمجمه اللي شدني. الجمجمه هي مهمه قوي. لا بجد حنان يعني بجد انا حاجاتك ملفته جدا وحلوه جدا، ولبسك شيك وكل لبس اللي عندك حلو. للاسف الوقت خلص، وان شاء الله خمس حاجات ست حاجات ما معلش ما الوقت خلص، ان شاء الله مره تانية معايا ان شاء الله. ان شاء الله تنوريني وان شاء الله اشوفك كده متالقه. ميرسي قوي يا ليلى، ان شاء الله كلك ذوق. ربنا يخليكوا كده مشاهدينا، حلقتنا خلصت النهارده، عشان انا دلوقتي هروح اكتشف الجمجمه مع ضيفتي الجميله حنان اغا اللي كانت منوراني النهارده، وان شاء الله اشوفكم بكره مع هي.